طبعا معك الباسورد تبع تليفون زوجتك؟ الباسبورد اه معي. هي محل الباسورد تبعك ولا لا؟ والله اكذب عليك لا. ليش مش معطيها الباسورد؟ مش خوف يعني، بس يعني هيك حرصا على تلفوني يعني. ولا زاق يعني حقنا للدماء؟ لا ما في حقنا للدماء، حقنا اني انا على السطوح او بالبلكونه. طيب هي محل الباسورد، انت معك الباسورد تبعها؟ نعم. ما تشوف فيها ظلم؟ ما بتشوف فيها ظلم انت معك الباسورد تبعها وهي ما مع الباسورد تبعك؟ والله هو فيها نوع من الظلم، اضحك عليك لا فيها نوع من الظلم، بس احنا بتعرف احنا كرجال دائما يعني قوامون على النساء يعني شوي، لازم يكون انا حقي يكون معي الباسبور، اما هي ما حقها يكون معها الباسبور. طيب تشوف في في فيها شك ولا زياده ثقه؟ لا لا شك، هي زادة ثقة الحمد لله رب العالمين. أما شك لا الحمد لله ما بشك أنا، الحمد لله الحمد لله رب. الله يديم المحل، الله يخليك يا رب. الله يعافيك. زوجك مع الباسورد تبع تليفونك ولا لا؟ أكيد. وأنت معك الباسورد تبعه؟ أكيد. تشوفي هذا يعني فقدان ثقة بين الزوجين ولا يعني أي ثقة زيادة؟ لا أكيد ثقة زيادة. حتى مواقع يعني باسورد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره؟ كل شيء. شكرا. لا لا ما ظنيت. ليش مش معك؟ والله هذه خصوصيات يعني، بس حتى لو كان بين الزوجين؟ لو كان بين الزوجين يعني خصوصيات يعني للزوجة أو للزوج يعني في ثقة متبادلة يعني. تشوف فيها انعدام ثقة إذا يعني أخذت الباسورد تبعها أو هي أخذت الباسورد تبعك؟ لا 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 أمر طبيعي هذا يعني، لكن إذا الإنسان بدقق يعني على شيء بينه وبين زوجته هان عدم الثقة، أما لما تكون في ثقة ما في داعي إنك تتابع يعني أمورها. زوجتك محل الباسورد تبع تليفونك ولا لا؟ آه. وانت معك الباسورد تبعها؟ نعم. وهي نفس الشيء؟ مزبوط. تشوف هذا يعني انعدام ثقة ولا ثقة زايدة ولا كيف؟ ثقة لازم تكون موجودة يعني. حتى باسورد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر؟ شيء كل شيء. هي أخذته ولا أنت أعطيتها؟ لا يعني هي معطيتني وأنا معطيها. تحت تهديد ولا بالرضا والمحبة؟ لا برضاوة. طيب ممكن نسألها؟ عادي مو شيء. مساء الخير. عليه مساء الورد. ممكن تحكي لي الباسورد جهاز تليفون زوجك؟ هو باترن. يعني ممكن تعطيني تليفون تفتح لي اياه؟ فتح 100%. ليش ما اخذيته؟ بس لا لانه احيانا بحتاج شغله من الموبايل، هو مثلا بيحكي لي افتحي الموبايل. وهو بس انت اخذتي تجسس ولا هو اعطاك اياه طوعي؟ لا لا، وبكون احيانا موبايل قدامي ما بفتحه بتجسس ابدا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، الله يديم المحبه بينكم. شكرا شكرا. مساء الخير. مساء النور. يعطيك العافيه. معك الباسورد تبع تليفون زوجك ولا لا؟ لا. ليش؟ لانه مش عامل باسورد. يعني مخليه ثقه عمياء. طيب هو انت تليفونك عليه باسورد ولا لا؟ لا برضه ثقه. شوفي يعني هاي الشغله فيها يعني تدخل بالخصوصيات ولا لا؟ لا فيش خصوصيات بيني وبينه أكيد يعني، يعني هو لازم يعرف كل إشي وأنا أعرف كل إشي. حتى مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد مواقع التواصل الاجتماعي عليها باسورد. فيسبوك وإنستغرام؟ لا حتى ما عليهم باسورد. شكرا لك. مساء الخير. زوج عم الحمد لله رب. معك الباسورد جهاز زوجتك؟ لا والله ما في أصلا يعني، بيني وبينه ما في لا باسورد لا هو لا باسورد لا. أنا كنت حاطه بالوقت بالبداية عشان الصغار صراحة مقابل النت يعني، ولا شغلة خاصة بيني وبين زوجتي أمور طبيعية جدا الحمد لله. مواقع التواصل الاجتماعي عليها باسورد؟ حتى مواقع التواصل الاجتماعي معك الباسورد تبعها الفيسبوك ولا لا؟ لا لا ما عندي، مش لأنه يعني شغلات خاصة بها ست كبيرة يعني، بالنهاية يعني حلو إني أنا أحترم آراءه وهي تحترم آرائي. شكرا. بس تحس في نوع من الاهتمام مثلا فيها ولا شك ولا غيره؟ لا 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 شك، لا شك الانسان الحمد لله رب العالمين يعني هذا هو الموضوع.